حاصلين حتى المرتفع نصف. نبدأ في استقبال ضيوفنا، البداية مع السيدة بسم زواوي رئيس الهيئة التسييرية اللي كانت باش تشد السي بي. بون ما تمتش العملية، رح ناخذ في التفاصيل مع عند السيدة بسم زواوي. سي بسام اهلا بك. وبيك سلام عايشك وجميع مستمعي اكسبريس اف ام. شنو احوالك خويا سي؟ عندنا مدة ما حكيناش ملي كنت في السي بي بريود الأولى. كهو مادام اني بعدت على الميادين كهو جميل نكون بعدت على الضوية. جات حكاية الهيئة التسييرية هي رجعتني شوية و بوتيتر هوزمون حسب ما يقولوا لي اقرب المقربين ليا، ولا نقول مالوروزمون بوتيتر اللي ما تمتش وما كملتش دونك كاو سينو علاش تلقاني معناتها. قال صح ساعه قلت لي زوج حاجات هوزمون ولا مالوروزمون. والله المقربين ليا الكل من عائلتي من والدي من زوجتي ابنائي عارفي في الخدمه اللي تحب الكل يقولوا لي اوروزمون. والدين قدعين عليك بالخير معناتها اللي ما شديتش. انا نقول بون جي ان سنتيمون ميتيجي باش ما نكذبش. سي فغي الحمد لله خاطر انا عندي نتحمل المسؤوليه ما تخوفنيش معناتها. اما كومين معناتها جمعيتي ونحبها وما نحبش تصير عليها حاجات خايبه على يدي دونك الوضعيه صعيبه. واي عبد معناتها كسوا انا ولا غيري كانت باش تعدى صعيبه. وبتيتر نقول بون مادام ما كتبتش لعل فيها خير وكهو. يا ما كومين يبقى اكيد تشريف السي بي جمعيه كبيره لا في كل بلاصه. ما في حتى شك ما في حتى شك كذا ما ظاليش ان كابيست وعبد ينجم ولا تجي فرصه في شد السي بي اكيد باش يكون تشريف كبير اللي هو بون بتيتر يجي في وقته ولا هذا ما يمنعش معناتها انه زاد من شيره اخرى تكليف راه. كي تبدا تحب حاجه لازمك صحيح تشرفك باش تشدها لكن تكليف كبير باش تكون قد المسؤوليه وتعدي من بيريود باهيه معناتها. تخمم من نهار تكون رئيس السي بي؟ نخمم هكا لا معناتها انا باش تكون من ليزوبجيكتيف في حياتي لا. مي اذا ما نقولش لي نون بلو معناتها ماهيش ان اوبجيكتيف ولا هدف نجري وراه جمله ما لا بون هي بوركو با. اذا نهار فما ظروف طيبه وكل عندي الغرام انا سبورتيف من اللي صغير سي فغي كنت نعم في التنس كنت شامبيون تونيزي باغمي لي ميور وانا غابو في الافريك. عندي شهاده مدرب هني تنس مغروم معناتها بالرياضه لعبت شويه كوره في صغري زاده تربيت في عائله رياضيه. عمي حسني زواوي كان لاعب في السي بي وفي المنتخب لسنوات طويله كنا نباتوا فرد بيد دونك حياتي كلها سبور وغرامي سبور معناتها دونك مش مستبعد. برشا حكاو على سي بسام على الامكانيات الماليه هذيك. تنجم ماليا تشد سي بي معناها عندك حتى في الفتره كنت تنجم تشد؟ لا 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 انا ما نحشمش راني يغزل لي حتى شيء ما هو عيب. انا مدير عام في مجمع شركات والحمد لله نعيش لاباس مستور يا ربي ورضاك خير من الناس وقل من الناس. وهذه حاجه في تربيتي ما تربيتش نحكي عليها ولا نتكلم عليها. تقول لي عندي امكانيات ماليه باش تخليني نشد سي بي هنا نقطه استفهام كبيره في الريزونمون اللي ولا عندنا في تونس معناتها. ولينا كي نجيو نحكيو على رئيس جمعيه نقولوا عبد عنده فلوسك عاد عنده فلوس باش يصرفها ويدقدقها ويمشي على روحه ولا يستثمر بوغ ان بوت اوتر. انا راه سي فري الوضعيه اليوم ولات هكاك النقاش ما هو في الاصل عمرنا ما كنا نسمع اون اوروب دي كلوب وداش نكون نحكي على لي فورتون نتاع لي بريزيدون دي كلوب ولا حاجه ماهوش نفس القانون ماهوش كيف كيف سي بسام ماهوش كيف كيف ماهوش نفس القانون. قانون الجمعيات في تونس ماهوش كيما في الاوروب. تعرف لا نعرف نعرف ماهيش موجود هذا معناتها ماهيش ماهيش تقعد مربوطه بالمال رغم انها اليوم صحيح معناتها اي رئيس جمعيه تعرف اي جمعيه تعرف لازم يسبق فلوس باش بعطي يرجع لازم يكون عنده على الاقل علاش لازم يسبق فلوس باش يعطي من عنده كل جيستيون نتاع الباتريمون نتاعو بيرسونيل نورمالمون ما يكونش عنده علاقه بالجيستيون نتاع الباتريمون ولا بالجيستيون نتاع الكلوب. هذه عاده ولات عندنا عباد تعطي سيكيت عباد تسبق عباد تشوف باش بوغ فيغ تورني خاطر السيستيم تاعنا كله غالط. نورمالمون ما فماش تداخل بين البيرسونيل الكل. اذا هو يحب يدعم فريقه ولا يعطيه بوركوا با يعطي بقلب صافي وافي. اما انت تجي الكلوب تلقاه مثلا جودي نامبورت كوا البيدجي نتاعو زوز مليارات ولا مليار ولا ثلاث. انت تجي تعمل ريكروتمون تشري منه تهيب منه تسيب شيكات تعمل تطلعها للبيدجي تاع العام العشرة ومن بعد تخرج تقول اي خلي الكلوب غارق في قداش كيما صار في برشا نوادي معناتها اسكو هذا معناتها برا عنده فلوس ومن بعد شعملنا وين وصلنا؟ نورمالمون فما بيدجي فما باش تطلع فيه وتهبط نورمالمون قوانين تكون صارمه اكثر باش ما يصيرش ان ديغاباج وتهرب خاطر راه في الوضعيه نتاع الجمعيات الكل كارثيه معناتها ماليا نحكي ابار ايكيب واحده منظمه
وستركتوري وشد بلاصتها تو لو ريست تو لي زوتر ايكيب سوفر معناتها يوري لو سيستيم اي ديفايون وبالحق يلزم وقفه قد قد وتغيير قوانين وتبديلها وحتى الافكار اللي عندنا تتبدل شويه معناتها خلينا نمشيو خلينا اكثر نحكيو في العموميات خلينا نمشيو اكثر للتفاصيل شنو هي الاسباب سي بسام تاع الانسحاب هذا العوده نتاع عبد السلام السعداني للتسيير خليتكم تنسحبوا اوتوماتيكمون ما كانش فما امكانيه انكم تكملوا معناها لا والله بالضبط اللي قلته انت هذاك صحيح رغم اني وراش حاجات اخرين انا ما حبيتش نكمل دخل الموضوع في بالي تسكر وكل لكن بون مثال سمعت النور الراي العام اللي يسمع اللي صار هو كيما نحكيته ونعاود نقوله واحنا تلمينا وقت بعد الاستقاله نتاع سي عبد السلام معناتها كي جات الاستقاله صار ريونيون في الولايه بعد الريونيون هذيك قعدنا الاولاد اللي قراب من المسيابي معناتها مجموعه من الاخيان الكل عملنا اجتماع نشوفوا شكون يشد كيفاش نعملوا في الفتره الجايه كان حسب وقتها اللي نعلم معناتها الاختيار نتاعهم علينا حتى حد لو ملو في الحقيقه حتى حد ما قبل باش يشد راهو الهجره التسييريه حتى انا بيدي منهم معناتها ما قبل حتى حد قلنا شكون اللي مستعد حتى حد ما كان مستعد بعد هما قالوا راه احنا حكينا ورينا انت تنجم تشد وكل درا شنو واحنا انا معاك ودرا شنو قلت لهم باهي انا ما على البرانسيب اذا نقبل ما عنديش مشكل باش نشد اما هاي الحسابات نتاع ثلاثه شهور اللي باش نشدوهم تسييريه ونطوندون سير التقارير الماليه والادبيه من الهيئه القديمه هاو مصاريفنا باش تتكلف دون 800,000 دينار او مينيموم كان ما جاتش بعد الحاجات الاخرى اللي ماناش خلينا لها حسابها 800,000 هذوما يلزمنا 400,000 توا على الطاوله لموهم باش نجموا اون ديماغ و 400,000 الهيئه التسييريه باش تكمل تلمها هما الناس الكل سايبوا اللي احنا باش نكملوا الباقي وتلاقوا في احنا طالب 400 ماهوش مشكل خاطر حتى في الهيئه التسييريه السابقه اللي شدها سمير يعقوب وفروا لهم فلوس معناتها ماهيش حاجه بدعه خلقتها جديده اثنين علاش 400 ومن نهار الاول 400 ومن نهار الاول على خاطر عندنا دوسيات حارقه يلزمها تتسكر في نهارها جوالات ما رجعتش وتحب على فلوس وعندهم دي ديلي كيما جابرييل كاك اللي مهم برشا باش يقعد في السي بي وبتات ينجم يجيب حتى فلوس نهار اخر كيما بن فرج كيما الصحراوي دونك هذه حاجه اثنين عندك الانترديكسيون دو ريكروتمون اللي هي 170 مليون ثلاثه عندك ولادك اللي تراني وعندهم مده توا وما خذوا حتى شيء عندهم برشا دونك يلزمهم شويه فلوس اربعه يلزمك كان تشوف مع ستاف تكنيك نتاعك كان تو بزوان دان ودان ودو تخوا ريكروتمون دونك هذو ما يصبروش معناتها فلوسهم لازم تكون حاضره مش تقول لهم راني باش نعطيكم من بعد وهكا كان الاتفاق قلت لهم نقعدوا مع بعضنا تفاهمنا قعدنا في الريونيون كل واحد باش في عام قالوا لي نشوفوا مع الولايه ومع البلديه شنو هو ينجموا يعطيوك وحنا تنشوفوا نكملوا الباقي سي بون خذيت رونديفو مع رئيس البلديه والوالي لو لوندومان على حد الصباح وقعدنا حكينا وقالوا لي راه دون لي ميديا ما عندناش فلوس باش نعطيوها لك تو اما في القدام رانا كيما العاده باش نعاونوا رجعت لسي سعيد اللي هو كلفوا السيد الوالي باش يعمل الهيئه التسييريه هذيا وفسرت النقاط هذه كل قلت له سي سعيد شوف معناتها انت كوميتي رئيس الهيئه التسريه وانت ديجا عندك معناتها بعزيزه ما عادش فما عباد فهمتها علاش انا خليته هو وحده ولا لا معناتها هو الكبير نتاعنا هو يكلمهم ويعمل كيفاش سامانيير كيما العاده كيما مالف باش يلموا الفلوس وقعدنا مالوغوزمون الفتره هذه نتاع لمال الفلوس اباغ انه كان باش ما نذكر اللي من قبل ما نشد انا مهدي بن غربيه وعد ب 100,000 دينار وسي مراد بن شعبان وعد 20,000 دينار كل شهر هذوما قبل ما يعلموا انا باش نشد ولا غيري دونك الجمعة هذه ما فما حتى فيدباك مالوغوزمون كل مرة نحكيو ما فما حتى شيء شبيه طورنا كلمت سعيد يقول لي اتصلت بهم ما رجعوليش بون وفي لي ميزيغ الوقت يتعدى ولات الامور ماهيش هي معناتها اون ديري ما عادش يهممنا الشيء هكا من الاول كي قاعدين باش نستمعوا شنو هو الحل اجتمعوا واختاروني انا ومن بعد ما اتصلت حتى حد ما عاد هامه كلمت سعيد وكل من بعد توصلني الاخبار اللي فما ان بون بارتي من هيئه الدعم هذه اللي اجتمعنا رافضه معناتها وقت قدامي انا قالوا رانا نحبوك انت ومن بعد في الاخر قالوا لي رافض هذا تابع سي مهدي بن غربيه وتابع بابا انا مهدي صاحبي نقولها ونعاودها ما بدلش كلامي يعني ما تابع حد تابع روحي تابع سي بي وما حتى حد لا عنده علي عنده علي حاجه لا شخصيه لا مهنيه لا حتى شيء علاقه صديقه نقطه ورجع للستار هما راهو هكا وقالوا دونك احنا مانيش نعاونوا ما نحبوش نعطيو المشكل وين اللي سي سعيد اللي هو ما حبش يقول الكلام هذا وما خرج ما جاوبنيش كل ما نكلمه يقول لي مازالوا بدات الحكايه تطويل شويه في الاخر اتصلت بمهدي قلت انا راني مش نقعد انديفينيمون نستنى فيكم شنو باش تعملوا ما تعملوش نوضحوا الامور لازم نسكروا الدوش تصرفنا كلمنا قال لي لا راهو هما برامو مش باش يعطيه ويجا نعم كلم هو عباد اخرين وانا بدي كلمت تخفي الخدمه نتاعي وعلاقاتي مجموعه من العباد وبون في الويكاند براتيكمون وصلنا قربنا للمونتون هذاك وقلت لهم لا سي بون مادامنا قراب في هذا اون بو ديماري وهو كلم سيد الوالي وقالوا عين اجتماع خنسكروا ملف الهيئه التسييريه سي فري الاخرين ما يعلموش بالاجراءات هذيا دونك دخلنا للاجتماع نهار الخميس معناتها في بالنا نهار الخميس باش نسكروا باش تشد الهيئه التسييريه ما رانا لنهار الاربعاء
وصل الخبر بوتيتر اللي احنا صحيح كلمنا الوالي باش نشد ولا كل واحد كيفاش يفسر ثمانيير هبطت الرجوع على الاستقاله نتاع سي عبد السلام السعيداني اللي كان عارض هنا في اكسبريس اف ام اللي هكا اي في اكسبريس اف ام يعني في مجاله في حياته دونك رجع هبطوا قراني انا باش نرجعوا باش نشدوا باش نكملوا كل شيء دونك في الاجتماع كي قعدنا في الولايه طرح هذا الموضوع هذا فما شكون قال لي هو استقال ما عادش عنده الحق يرسي فما شكون قال لي انا شم احنا شنو دخلنا ودايو هيك في الاخر يقول لك حتى في القانون الاساسي خلينا سيد الولي القانون الاساسي قال انا راني معناتها محافظه على الامن والاستقرار في البلاد وعلى اهميه السيابيه في البلاد لميتكم وحبيت نعمل حاجه ونلقاو فيها حل اما راهو في الاخر الجمعيات عندها قانونها وعندها نظامها الاساسي ونظام الاساسي يقول اذا يستقيل الرئيس ولا فما شغور في بلا في منصب الرئيس وهو الفصل 44 يلزموا يعمل عقد الهيئه تعقد جلسه عامه في ظرف 90 يوم معناتها خرق العاده دونك انا ايش مدخلني تو باش ندخل في قانون استقال وما استقالش شنو قلت انا دو مون كوتي قلت لهم راني حاط حذرنا امورنا باش نشد امن ما ندخلش في ظروف راي هكا اذا هو بالحق يحب يشد ما ندخلوا احنا جايين باش نعاونوا السيابيه مش جايين باش ندخلوا في مشاكل ولا في عركه جمعيتنا الكل نتعاونوا فيها شو داخلي انا بهيئه وفما الهيئه الشرعيه والهيئه التسييريه مشاكل السيابيه في غنى عنها كيف كيف باش ندخلوا فما شكون انا بدي طرحت الموضوع قلت علاش ما نعملوش مكتوب للجامعه ولا حد نقول لهم شكون هو القانوني قالوا لي ادخلوا في تو في مكاتيب ورجع وجاوب وكل وهالوقت هذا على حساب شكون وجمعيه مسيبه مادام هما رجعوا ويحبوا يشدوا خليه يرجعوا اختار سيد الوالي سي هشام العلوشي هو كان يمثل الهيئه المديره وقالوا يا سي هشام مستعدين وكلامكم هذاك هو اللي قلتوه البارح تحبوا تكملوا هاك سمعت كل شيء انا هنا هما حاضرين بالهيئه التسريه نتاعهم ومستعدين انتم بتحبوا تكملوا ولا لا قالوا وين نحبوا نكملوا قالوا متاكد قالوا متاكد قالوا كيفاش باش تكملوا وانتم الظروف الكل نعرفوها قالوا عبد السلام عنده مع شكون اتصل في الخارج وعنده شكون باش يدعمه فما امكانيه نتاع دخول فلوس معناتها اخرى ورانا سي بون باش نجريو قالوا تعاملوا على رواحكم راه مش نقعدوا كل مره في نفس الموضوع ما دام متمسكين ربي يعينكم وربي يوجهكم خير وكاو هذا اكزاكتومون اللي صار جوست ان بوان خاطر فما نقطه نكملها لك انا فسرت خروج سي سعيد الاسود من الاجتماع اللي فما شكون كتب عليه وحط معناتها كوم كوا خرج خاطر انا ما قبلتش نشد التسييريه يا اخي هو تنرفز وخرج غلط ولا اساس هو مصلحه سي سعيد مع احتراماتي ليه ان شاء الله سامحني خرج عليه سي سعيد خاطر انا كي خريت الكلمه تكلمت ولمت لجنه الدعم هو سي سعيد خليها شخصيه فيه لمت لجنه الدعم اللي قالت لي انت براشش ومن بعد خليتني بيا ودفعت حتى فرانكو وجبت رواحهم بل بالعكس ولاو يحبوا يطيحوها ويحطوا واحد اخر ومحط في الاخر حتى حد منهم ما قدم هذاك علاش لمت وتكلمت معناتها بمراره خاطر بالحق اما المشاكل الداخليه والصغيره زالي السيابي اهم منها قعدنا نصفيو في مشاكل فارغه انا انفعلت هذاك اتجاه سي سعيد هو تنرفز وهز روحه وخرج وانا اعتذرت لكم بعد قلت راي مش في وجهك انت شخصيا انا راني كي قلت بانفعال خاطر الوقت هذايا مش وقت نتاع كل واحد يشد فرده على الاخر وانت تابع فلان تابع السيابي قال طهر من بيدينا الكل واحنا كل واحد له في حكايته الشخصيه من مصلحته هو دونك هذاك علاش خرج وعلاش انفعل ومن بعد رجعت قلت راه ماهوش شخصي معاك وفضينا الموضوع ومشي على روح دونك هذاك النقطة باش فسرت عليه شنو اللي صار مع سي سعيد مش خرج خاطر انا قلت ما نشدش تغش عليك شويه مازال متغش ولا ايه؟ لا 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 بعدها هي عملنا قهوه اخذ لي انا اللي في قلبي نقوله وانا يعرفوا العباد اغلبهم انا الحمد لله لا عندي لا هذه لا هذه معناتها صادق في كل ما نقوله وما نزيد لا ننقص وما عندي حتى انتيري باش نزيد وباش ننقص طلبت منه كي دخلت خذ شبيك تغسست راني ماهيش نحكي عليك شخصي سي سعيد قال لي ليه قلت له رانا احنا حاضرين ومستعد راني ما بدلتش راني نشدوا اما حفظوا حكايه هالاشكال القانوني ولو كلموا هشام وهشام الى مانتوني وقال راني رانا مستعدين نكملوا قلنا مادام هما يحبوا يكملوا دونك ما فماش حل اخر كان باش نخليهم يخدموا على رواحهم وان شاء الله ربي يوفقهم ان توكا معنا حتى شيء شخصي معهم وكل ظروف صعيبه مسؤولية صعيبة إن شاء الله ربي يوفقهم وإن شاء الله السيابي يكون في وجه خير من اللي كان فيه وديما من الحسن إلى أحسن. باهي سي بسام أنتم اخترتوا الحل بتاع تبعدوا على المشاكل قلتوا مادام هو يحب يرجع خلي عبد السلام سعيداني يرجع. بالضبط. فماش إمكانية تواصلوا معناها تلعب مثلا أنت دور الوسيط بين عبد السلام مهدي بن غربية خاطر تقول العلاقة تواترت مدة الأخرى تتلم الشمع بتاع الناس الكل خاطر تعرف أكيد مش كان في السيابي في جمعيات الكل ديما العلاقة هكا بين الهيئة القديمة والهيئة اللي بعدها بين رجال النادي علاش ما يتوحدوش الناس الكل في مصلحة السيابي معناها.
واللي هكا نرجع للكلام اللي قلت انا مع السيد قبيلي، انا ما نجمش نكون الشخص المناسب على الوفاق هذايا، فيولي انا بيدي بعد ما اختاروني داروا عليا، دونك ما نجمش نكون الكونسنسس نتاعهم. مالوغوزمون معناتها صحيح اللي صاير اليوم اللي مصالح شخصيه ضيقه هي مبجله على مصالح الجمعيه، يشدها عبد السلام، يشدها بسام، يشدها نامبورت كي، نورمالمون اللي يقدر يعاون يعاون، واللي ما يقدرش يخلي العباد تخدم على روحها ويعاون كيما نقولوا بالسكات ولا بالكلمه الطيبه. ما عندي حتى مشكل اذا فما نيه باش يقعدوا مع بعضهم ولا يحكيوا، اذا فما النيه الباهيه ما عندي حتى مشكل باش نكون واسطه خير معناتها في اي حكايه موجوده. فما امكانيه تخدم مع عبد السلام السعداني سي بسام؟ نعم تخدم مع عبد السلام السعداني، فما امكانيه خاطر نعرفوا؟ لا لا عملت اضافه كبيره للسي اي بي انت وقت اللي كنت موجود، ظهر لي نجاحات كبيره، كنت رئيس فرع ولا نائب رئيس انت في الخطه هذه؟ كنت نائب رئيس بالمنشآت من الاول، ومن بعد وليت ناطق رسمي، ومن بعد وليت رئيس فرع كره القدم. بالضبط كنت كانت ناجحه. ظروفي اللي خلتني نقدم بشوي بشوي، خاطر كل مره واحد من الاولاد نقص. علاش قلت لا لا ما عادش نجم نخدم، انا اخترت انا الثنيه هذيك، انا كيفاش خرجت يا اخي انا بعد ما عملنا سيابين فتره باهيه الكل، كيف كيف خدمت مش لازم نقعد نسمي شكون باش نعاود نشعل النار، عباد خدمت وسبين ودرا شنو الكل. والله الكوره انا كان مش خاطر وضعيه خاصه للسيابين، لا عاد نقرب لا ندور، ملي خرجت قلت ما عادش نرجع جمله، نشد جمعيات صغار، سيفري سبور نوتيك في بنزرت، تنس كلوب دو بيزات اللي تربيت فيه، شديتهم بوندون ست سنين معناتها واحد اربعه واحد زوج، افيك بليزير كلوبات صغار وكل مالغري ساعه عملوا شويه جو، ولا غالبا طبيعتي بتاتر بالنسبه لبرشا من الناس صعيبه شويه، لاني ترو كوريكت واكزيجون برشا، وكما نقولوا مسطره ومحطب شويه زاد هذا شغلوا لي صحابي، دونك على غالب ما نجمش روحي نجم نعاود نخدم في الجو هذاك او كاو. انا كان مش حني قلت لك جات ظرف خاص جدا للسيابي باش ما تضيعش، ما عادش نلوح روحي كله، داير سكرت الدوسي من اليوم بالنسبه لي نقطه وارجع للستار. كما ما قلت لي انت من الاول، انا كي ندخل البارح امي قالت لي الحمد لله اللي ما شديتش وارتحنا، ما عادش بعدها هي ما عادش نجم نقول حتى شيء. حسب قلبك الكواليس شنو هو الاسباب اللي خلاها عبد السلام السعداني من الاول يستقيل وبعد يتراجع؟ والله باش يكون عندي علم قطعي الحقيقه ليه ما نجمش نعرف، هو قال في الفيديو نتاعو انهم كلموه وقالوا له استقيل، انا والله لا عندي لا علم لا فكره على الشيء هذا، معناتها كنت بعيد ما قربت الا ما بعد ما جات الاستقاله باش نحاولوا نلقاو حل، ما نعرفش شنو الاسباب اللي خلاته يستقيل. بون بتاتر كي تخمم بالعقل شويه معناتها الظروف الكل لوجيك انه يستقيل، نعرفوا باش نقولوا عبد السلام نجموا نختلفوا معاه، نجموا اي حاجه، ما حتى حد لا يشكك انه يحب جمعيته كل، بتاتر راه للظروف اللي هو فيها تو والوضع كامل وبعده شويه هذاك الكل بتاتر من المستحسن انه يستقيل بتاتر، والا فما حاجات اخرين انا ما نعرفهمش معناتها. من بعد الرجوع هاني قلت لك فما مجموعه ما حبتش انه نشدانا وانه النادي يرجع معناتها في كيما خمومة في يد مهدي بن غربيه، دونك عملوا كل شيء باش تفسد الحكايه هذه. داير نحب نقول جوست اون غمارك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الكلام هذايا، انت كي تجي تشوف نحكيو قالوا هما الكلوب خفنا عليه لا يندثر، وجمعتين ما صار حتى شيء، وما بون 10 ايام من نهار الاجتماع لنهار الخميس قالوا معناتها خفنا من هذا، وعلى هيك رجعت الهيئه التسييريه المديره القديمه. في اي نادي في اي خدمه في اللي تحب انت، اذا عبد استقال راه مش معناتها يخرج من هارتها ويمشي على روحه، اذا فما عبد استقال يقعد يسير حتى تصير لاباساسيون، معناتها إيه هما كان جاو عملوا جلسه عامه 90 يوم ولا يهزوا رواحهم استقالوا اليوم يمشيوا على رواحهم وبعد 90 يوم يجيو يعملوا انتخابات، يقعدوا يسيروا في اليومي حتى تصير، دونك هما نورمالمون الشان اليومي هذاك قاعد عندهم دونك ما تسماتش هيئه تسييريه وتحطت في بقعتها، دونك ما باش يتبدل شيء، سي فري وخرت جو ديغي با الكونتخيغ وما كرهاش وخرت، اما حتى كي توخر معناتها هما يسيروا الشان اليومي اون اتوندون نقول لهم هاي لاباساسيون تتعدى، دونك التسييريه اللي ما جاتش ما تبدل حد شيء في الموجود عندهم اليوم. معناتها قول انت ما يتحسبوش عليك ال 10 ايام هذوك معناتها خاطرك ما بديتش معناها. اي ما يلزموش يحسبوا عليهم، يقعدوا اللي موجود الداخل هو اللي لازم يكمل يسير في العادي هك، انت كي تعمل باساسيون حتى في خدمه تجيب شكون شيخ بلاصتك يقول لك عندهم يقعدوا ايامات باش تعديلوا شنو فما وما فماش الدوسيات وكل، دونك ما جاك حد وانت مستقيل شنو تعمل باش تقعد تكمل الايامات هذوكم تجير لو كوتيديان الهيئه السابقه وتخدم على روحها، وداير هكاش عملوا داير رينا
اللي قالوا فما كونتاكت مع خميس، ورينا اللي قالوا فما اسمه فهمي قاسم، ورينا اللاعب الزيري هذوما وقت صاروا شكون عملهم فانا وقت في البريود هيك. دونك هما كانوا يسيروا ما يقولوش وخرت على هيك رجعنا ما تركبش معناتها، فهمت؟ واضح. يعطيك صحة، شكرا لك. ما غير مزيان، يعطيكم الصحة وبارك الله. شكرا على تدخلك معنا على كل التفاصيل مدينة بيا بخصوص الأسبوع الحاسم اللي صار في السيابي الأسبوع الماضي، تعيين الهيئة التسييرية، ثم بعد الأسبوع هذا صار فيه استقالة عبد السلام السعداني، ثم عودته من جديد لرئيس النادي. التفاصيل اللي صار في الأيام الأخيرة كان نحكيها لنا عبد السلام بسام الزواري، تلقاو كل التفاصيل على الباج فيسبوك متاعنا، تعاودوا تفرجوا في الفيديو متاع بسام الزواري. فاصل الموسيقى على الأخبار ثم مواصلة.